I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان جبت لكم هذا المقطع نستعرض فيه التحديث اللي قالوا عنه ضخم، والتحديث اللي قالوا مرة خرافي، وللأسف طلع مرة تحديث يعني مشي حالك. وتوقعنا اشياء جديدة، و يعني تحديث قلنا فخم وتحديث قلنا قوي، بس طلع للأسف تحديث ما هو قد اللي احنا سمعناه. طيب يا شباب، الآن خلونا نخش في استعراضات التحديث الجديد. تمام، نروح محل اللي هو الانترنت يا اخواني. طيب نروح سيارات الليجندري. زي ما تشوفون عندنا 4 سيارات جديدة، 2 فورميلا و2 سبورت، سريعة برضو، كلها سريعة، يعني توقعنا شيء اكبر من كذا. طيب يا حبايبي، نروح عند السيارات اللي هي الكلاسيكية. زي ما تشوفون عندنا هذا الجيب، وهذه السيارات الكلاسيكية الأربعة والست. زي ما تشوفون الستة هذه كلها مع إضافات التحديث. طيب ونروح يا حبايبي عند اللي هو كراجات بنز، اللي أخيرا يعني استوعبوا الفكرة. طيب زي ما تشوفون عندنا 6 سيارات جديدة، إن شاء الله بنسوي عليها مقاطع بإذن الله، سيارتين سيارتين إن شاء الله زي ما تشوفون يا شباب بإذن الله يعني. طيب يا حبايبي ونشوف في كمان، انا شفت خصم تمام على اللي هو سيارات الجيش، ما نزلوا فيها اي شيء تمام، وهنا برضو ما سووا اي حاجة ولا اضافوا اي حاجة في اللي هي حقتها القوارب. طيب نروح عند اليخت يا شباب. زي ما تشوفون اليخت ترى عليه خصم تقريبا نص السعر تقريبا، يعني او 30% الخصم على كل اليخت تمام. وفي المقطع ان شاء الله راح نشوف الهايست الجديد. طيب الان وفي كمان خصم على اللي هو الاركيد، باقي المقرات ما عليها خصم، الاركيد عليه خصم بالتعديلات حقته تمام يا اخوان. شوف زي ما تشوفون بالتعديلات، اوكي، يعني هذه الاشياء. واللي هو البيوت اللي هو الكراجات اللي هي الكراجات تمام. خلنا نشوف من هنا افضل. زي ما تشوفون عليها خصم، يعني اغلبها، يعني مو كلها، يعني اغلبها زي ما انتم شايفين اغلبها عليها خصم، يعني ما هي الكل. المهم هذا الخصم اللي احنا نقول عنه، والشركة ما يعني ما سووا لها لا خصم ولا شيء، زي ما هي سعرها موجود يعني تمام. طيب يا اخوان تقريبا هذه كلها الاستعراضات حقت التحديث الجديد في مواقع الشراء. طيب الان بنروح عند المقر الجديد اللي يقولون عنه يا شباب، اللي هو سلومان الجديد اللي نزلوه. هذا بيكون في له قضية ممكن يقولوا جنائية او هذا، راح نستكشف ونشوف ان شاء الله في الايام الجاية. بروح اتنقل المقر وارجع لكم مرة ثانية. ورجعنا مرة ثانية يا حبايبي، اللي هو هذا المقر ذا. انا عندي جات الاس جا بعدين روح، فما ادري يمكن عندكم يجو، يمكن يصير معلق او شيء زي كذا. نخش هنا يا شباب، زي ما احنا شايفين في قضية جنائية، بس عشان انا في الليل شكله في النهار يجون الشرطة. زي ما انتم شايفين يد مقطوعة وشيء غريب، ممكن يكون في يعني مهمات جديدة، يعني زي ما تقول يمكن مع الايام القادمة او الخميس الجاي ممكن ينزلون اضافة جديدة داخل اللعبة ونشوف يا شباب. زي ما انتم شايفين وانتم استكشفوا يا شباب المقر، يعني تحريات كلب زي ما يقولون. المهم الان بتوجه لمقر اليخت الجديد يا شباب وارجع لكم مرة ثانية. ورجعنا مرة ثانية يا شباب عند اليخت. ندخل من هذا المكان ونشوف المهام الجديدة، ولا ننسى كمان المهام يا شباب عليها دبل، يعني كمان فوقها دبل فلوس، يعني زي ما تشوفون اذا ضغطنا سهم يمين، بس بوريكم الدبل، يعني مهام زي مقر الاركيد، يعني
تقريبا مثله زي ما تشوفون عليه خصم، زي ما انتم شايفين مهمات يعني جدا جميلة، مهمة ورا مهمة. تمام يا حبايبي. طيب يعني هذا كل شيء، باقي نروح عند المهو الملابس ومحل الأقنعة. أنا بتوجه محل الملابس وأرجع مرة ثانية يا حبايبي، وندخل محل الملابس يا حبايبي. أنا نروح عند القمصان، نروح عند القمصان زي ما انتم شايفين، نضغط سهم يمين عند القمصان. زي ما تشوفون عندنا عندنا أشياء كثيرة نزلوها في القمصان، اللي هو نروح عند خيار رقم 4 زي ما انتم شايفين. فكيف تعرف اللي هو كيف تعرف انه الملابس اللي نزلت مع التحديث او ايش اسم التحديث؟ زي ما تشوفون تحت شباب مكتوب ايش؟ تحت اللبس مكتوب بارت اوف لوس سانتوس سومر سبيشال، اللي هو التحديث الجديد، اسم التحديث الجديد. يعني اي لبس تمام تشوفونه عليها مكتوب هذا الشيء، زي ما تشوفون هذا اللي تحت ما هو مع التحديث الجديد، لكن اللي زي كذا هذا الاسم الطويل ذا تحصله هذا نزل مع التحديث. تمام، انا بوريكم يعني بشكل سريع. رقم 4 في له 6 اشياء نزلت جديده، وبعدين نروح لرقم 11. اوكي، فيه كمان 10 قمصان جديده. اوكي، وعندنا رقم 28 في له 26 قميص جديد. اوكي، عندنا برضو نفس الشيء 29، عندنا 13 من القمصان جديدة، وعندنا رقم 32، عندنا 18 قميص يعني جديد نزلوه يا اخواني، وعندنا كمان في 33 نزلونا 38 او 39 قميص. اوكي، زي ما تشوفون كثير، انتم عاد دوروا استكشفوا بنفسكم. وعندنا 38 نزلونا فيها 19 قميص. اوكي يا حبايبي، و 42 نزلونا برضو كمان 6 قمصان، ورقم 48 نزلونا 20 قميص جديد زي ما تشوفون، زي ما علمتكم الكلمة اللي قبل وريتكم اياها. اوكي، نجي عند البناطيل عشان بشكل سريع ما بطول عليكم في المقطع. نجي عند البناطيل رقم 3 عندنا 7 قمصان جديدة. اوكي، نجي عند رقم 4 في 8 بناطيل جديدة، وبعدين نجي رقم 5 في 22 قميص. اوكي طيب تمام، ونروح عند الجلفزات، نزلوا كمان جلفزات جديدة برضو نفس الشيء، فيه 8 جلفزات جديدة، يعني هذه الوحيدة اللي نزلوها يعني في محل اللي هو الملابس. 8 جلفزات بوريكم الآن، بوريكم إياها زي ما تشوفون، زي ما تشوفون هذه اللي هي الثمانية. أوكي، هذه هي الجديدة. تمام، طيب يا حبايبي أنا الآن بتوجه عند محل الأقنعة وارجع لكم مرة ثانية. الآن نروح عند محل الأقنعة. أوكي، نضغط سهم يمين زي ما قلنا لكم الكلمة اللي تظهر لكم تحت اسم التحديث عشان تعرف إنه اللي هو إنها نزلت مع التحديث الأقنعة. أوكي، أو الملابس زي ما قلنا قبل. طيب نروح عند انيمولز. تمام، فيه 12 قناع جديد. أوكي، زي ما تشوفون هذه الأقنعة الجديدة، يعني الصراحة ما أدري شو وضعهم، هم ينزلون الأقنعة ذي ما أدري. طيب بعدين نروح عند رقم 17 زي ما تشوفون، برضو في 12 قناع جديد حلو، تنفع عليها نضبط عليها ملابس حلوة زي ما تشوفون، يعني من هنا اي من هنا لا فوق. اوكي يا اخوان، طيب وهنا تقريبا يا شباب ما في اي شيء، يعني ما في شيء نزلوه جديد، يعني كله قديم يعني. تمام، يعني ما في اي شيء نزلوه مع هذا التحديث. تمام،
وحتى محل الأوشمة يا شباب وقصات الشعر ما في شيء نزلوه جديد. أوكي يا إخوان زي ما أنتم شايفين. طيب في يا شباب مبنى قديم له تقريبا 6 سنوات. أوكي تمام يا شباب، له 6 سنوات ما ضبطوه، يعني واحنا توقعنا انه بيكون مقرنا مقر جديد حق هايست وزي كذا زي الشركة وهذا الكلام. اوكي الحين بنروح نشوفه. طيب يا شباب رجعت لكم مرة ثانية، هذا المبنى اللي قالوا عنه انه يعني انه يعني تسريبات يعني انه هذا، وهذا له 6 سنوات نفس الموال يعني نفس الشكل، ما غيروا في اي شيء انه هذا بيصير وما بيصير من ذا الكلام، يعني ما تغير شيء. ممكن في الايام المقبلة ان شاء الله ممكن يعني نقدر نقول ممكن يتغير ويرجع مبنى وهايس جديد، ممكن يعني نأمل في ذلك يعني وبس يعني هذا هو كل شيء تمام. وفي يا شباب نزلوا خيار في القائمة حقت التتش باد. اوكي اوريكم الان، يعني مثلا انا طلبت سيارة ما ابغاها تمام يا حبايبي، سيارة ما ابغاها، نروح عند خيار فايكلز. فايكلز يا شباب في خيار جديد رقم 5 اسمه ريتنون بيرسونال فيكر ستورج، اللي هو يعني مثلا سيارة بدون ما تكون عندك مثلا موتور سايكل وترجع السيارة محلها تمام، وتنتظر دقائق يعني لازم يكون عندك عشان موتور سايكل عشان تقدر تخفي السيارة. خلاص الان اصبح من هذا المكان انك تقدر ترجع السيارة بدون ما يكون عندك شركة وبس يا شباب. وخلينا نروح عند يعني فقرة، احلى فقرة شوي يعني نقول احلى فقرة يعني مهمات الدبل تمام عشان نختم فيها يا شباب. طيب مهمات الدبل نروح يا اخوان عند مهمات الرئيس تمام يا شباب، ونروح ننزل تحت كذا يا شباب، ننزل تحت ننزل ننزل زي ما انتم شايفين قدامكم، ننزل تحت 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 ايوه زي ما تشوفون يا شباب اوبن ويل اللي عليها مهمات دبل اربي ودبل فلوس، مهمات يعني حقت اللي هي السباقات الفورمولا زي ما قالوا بينزل عليها وخصومات ومن ذا الكلام. اوكي يا شباب طيب وبعدين ننزل تحت خلينا نشوف في مهمات دبل جديده او لا، زي ما تشوفون يا شباب ما في. بعدين نروح عند ادفنس ريموت تمام يا شباب، نروح عند مهمات الدايموند تمام يا اخوان، نروح عند مهمات اللي هي الدايموند زي ما تشوفون يا شباب، مهمات الدايموند عليها برضو دبل ار بي ودبل فلوس و تقريبا يعني يكون يا شباب هنا وصلنا نهاية المقطع، يعني مقطع كذا بسيط يعني استعراضات سريعة كذا وبس يا اخوان. وحاب اقول لكم عن الجليتشات، يعني ان شاء الله الجليتشات بحاول اشوف الجليتشات الشغالة واللي مو شغالة وبقول لكم، وبالجليتشات الجديدة فيا اخوان لا تنسون من الدعم واللايك ولا تنسون تخشون المجتمع حقنا اللي بظهر لكم اياها امامكم في الشاشة، ولا تنسون تدخلون اللي هو جروب الواتساب اللي نحطه في الديسكريبشن، ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي امان الرحمن.